شيء. مو من حقك تقولي لي جملة مثل هذه وتمشين، ولا من حقك تقولين عنا كذاب وتسكتين. الحين أبيك تعلميني وش قصدك من الكلام اللي قلتيه، وش سبب الكره اللي بعيونك له اللي ممكن في يوم من الأيام يتحول لي. الحين أبيك تعلميني وش اللي كذب عليك فيه. تبيني أعلمك؟ إيه. أوكي. كذب علي بكل شيء، وتحديداً بأهم شيء كان المفروض يكون صادق فيه. حور، تكفين، يا ليت تتكلمين بوضوح. وش كنت تسوين عنده بالمكتب ذاك الوقت وعقب الدوام؟ وش كنتوا مشغولين فيه؟ قالك كنا نتكلم في موضوع بدل السكن. أي، وانت قلتي ما تبين تتكلمين بهالموضوع. انت تحبينه، جاوبيني، انت تحبينه صح؟ موضوع انا ابراهيم بدا بنفس الطريقه اللي قاعد اتصرف فيها معك، قلق وغيره واهتمام. كل ما اروح مكان يطلع لي، كل ما امشي بطريق الاقيه قدامي وسمي أنا سحور وثق فيني. يعني من الآخر حسسني أني محور حياته. زين، وبعدين؟ تذكرين العريس اللي جات تقدم لي وقالت لك عنه شهد؟ كان إبراهيم؟ أي. بعدين؟ ولا شيء، طلع كذاب.